فضيحه اخرى من فضائح قطاع الصحه بالمغرب. بطبيعه الحال هنا كنبغيو نشكروا الشرطه القضائيه والفرقه الوطنيه على دخولهم على الخط، لان من الجراه والكفاءه باش انهم يعطيونا الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. هاد الناس اللي يوسف مركين معنا في الغرفه كيلعبوا بداخل مع الدريس اليوم داوونش حتى لو كان سليم ما كتشوفش مع زياد بالكوش. انا وليدي ما كنشوفش عوينتي مشات ليا. بغاو يعرفوا شنو هو السبب. عوينتي مشات ليا. اجي ملتهاش. ما كنشوف. وجيت بعيني. شنو السبب امولتي؟ السبب وليدي انا فايته داك ثلاثة هاد البراوات وكنمشي صحيحة بصحيحة حتى حاجة ما كدرني كنشقى كل شيء بخير وعلى خير. هاد البيت دقة هاد البري الرابعة وليدي دقيتها كانت غتفرقع عيني في راسي. هادشي اللي كاين وليدي. هادشي اللي كاين صافي صافي طلعتني السخانه في الراس. جيت عندهم للسبيطار وقع لي وقع شاي يقولوا لي راسي كان غير تشتت وعيني مدليه ليا هنا ما بقيتش كنشوف نهائيا. ماشي نشوف الحريق الحريق رجونا قالوا لينا حيدنا ليكم الميكروب الميكروب راه ما بقاش والعين خاصه العلاج اتابعوا العلاج غادي نجيو نهار الثلاث حنا غنجيو نهار الثلاث وليدي لا شوف انا ما كنشوفش نهائيا ما كنشوفش. دقوا لي يا سيدي جينا هنا دقوا لي شي براوات بغيتها تطحن فيا ليلتين سالت معايا هادشي اللي عطاني. باش حسيتي لقيتها باش تقول لك البرا؟ هما اللي دقوا فيا العافيه شاعله ليلتين اجا جابوا هما كون عترت كون ما جابوني هنا للسبيطار شو جراح ولي جراح. دابا انا عبيت صافي تقول اللي قلنا ما نشوف فيها والاخرى ملي جيت كنشوف فيها شوي عموها. دابا كتشوف شي جاو عندكم البوليس سامعوا لكم كل شيء جاو عندكم ما عرفت نهار جاو عندنا العدل البوليس ما عرفت نهار الحاج. وهنا الاطباء اش قالوا لكم واش كاين شي امال ولا لا؟ الاطباء كيديروا داك الشيء ما كاين حتى حاجه. والو اعموني صافي ما كانتش من مقابلني انا تقول ودابا ما خرجونا ما عرفنا كيفاش قال لك. هما اللي خرجوكم اليوم. قال لك تخرجوا ايه عطونا وراق قال لك تخرجوا. لقينا البلا مسمومه قال لك بدلوها ليهم ولا ما نعرف كيفاش عمونا. كيفاش بدلوها ليهم؟ ما نعرف كيفاش هما الترافيك عاد هما عرفنا كيفاش داك. احنا جينا هنا نضربوا بلا عندنا عميانين وغادي يلاه ما كانتش من مقابلنا كان انا وعد الدريه جابوها كما العاده عطاوها الطبيبه اللي كدق لينا خادت دخلنا دقينا كما العاده مشينا لديورنا حسينا يعني عينينا يعني حرقونا ما بقيناش كنشوفوا الاربعه جينا كاملين اللي دقوا كل شيء كيبقى يجيب الواحد بالواحد نفس الحاله كنا ما كنشوفوش انا ثمانية المرات وانا كندق غنزيد ثلاثه وغنحبس صافي لا ما عمر عطى عليا هذا المشكل. هما قال لك حنا دابا داير معنا مجهودكم وهذا مجهودهم اللي كيمشوا قال لك تمنوا من الله من بعد ايوا حنا دابا راه انا دابا راه خرجنا دابا وقال لك بقاو متبعين معنا كانت 7 على 10 دابا ما كنشوف بها والو كيبان لي حتى شي حاجه شباب العين الاخرى قال لك الامان عند الله تما قال لك شوف من بعد حنا ما عرفناش المهم غديروا الادويه وهم دايرين اللي عليهم زعما صراحه داروا جيت انا الاربعه خرجت اليوم رجعت عندهم كونترول زادوني واحد الشوكه ديال الميكروب دقوها ليا ايوا قال لك نتمنى الشوف يكون من بعد ان شاء الله. دابا كتقولي انت داروا اللي عليهم واش غادي تتابعوا المسطره القضائيه او غادي تخليوا الامور يعني لا غنتبعوا المسطره القضائيه يعني عيني انا ما عرفناش اش غنشوفوا بها ولا ما غنشوفوا. كاين اللي خدام كاين اللي انا خدام على وليداتي كنشقى في الدار كنطيب كنعجن ما نقدرش انا خرج دابا ما نقدرش ندير والو الشعب ما قدرش نشوف. شنو السبب اللي خلاكم شنو قالوا لكم دابا فاش خرجوكم اليوم شنو قالوا لكم؟ قال لكم دابا خرجوا يعني دابا تبقاو متبعين معانا من السيمانه للسيمانه من يومين ثلاث ايام نجيو عندنا باش نشوفوكم. ولكن انتم مازال ما بغيتوش علاش ما بقيتوش عندنا؟ يعني صافي قال لكم ما بقيتوش كديروا السيروم ما بقيتوش كديروا الشوكات يعني دابا بقيتو كديروا بخاطر ديروهم في ديوركم ونبقاو متبعين معاكم. دابا صافي خرجنا لديورنا ونهار ثلاث غناخذوا قرار طبي. اليوم داوموش حتى لو كان سليم ما كتشوفش معاه الزعماء كلهم.